انطلاقا من مبدأ التكافل الاجتماعي وتحقيقا لقيمة العمل الإنساني الخيري، فإن جمعية الشارقة الخيرية اليوم نفذت مبادرة اللي هي حلوى العيد وعيدية طبعا نقول بمثل الأطفال، وكانت تستهدف اللي هم الأسر المتعففة وأيضا من فئة أصحاب الهمم واللي هي فئة المرضى وفئة أسر النزلاء. فكل هذه اللي يعني طبعا هاي الأسر هي أسر فعلا هي محتاجة، يعني نحاول أن أيضا ندخل البهجة والسرور في نفوس الأطفال ونفوس هؤلاء الأسر، وإن شاء الله كلنا بإذن الله تعالى يعني معهم قلبا وقالبا.